بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم القرآن وخلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الكرام، صاحب المعالي والفضيلة الأستاذ الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف ونائبا عن فضيلة الإمام الأكبر لحضور هذا التكريم العظيم، صاحب المعالي والفضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صاحب المعالي السيد سالم بن رصاد الزمانات سفير دولة الكويت الحبيبة لدى جمهورية مصر العربية بالقاهرة، سعادة الأستاذ إسماعيل الكندري رئيس المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة، أصحاب السماحة والفضيلة العلماء الأجلاء، الحضور الكريم، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. وبعد، فاسمحوا لي أن أنقل إليكم تحيات الأزهر الشريف وجامعته العريقة، ويطيب لي أن أنقل إليكم تحيات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، رائد مسيرة الأزهر الشريف ومؤسساته العلمية والتعليمية نحو الوسطية والاعتدال. هذا هو شيخ الإسلام والمسلمين الذي أحب الوطن فأحبه الوطن، وأحب الأزهر الشريف فأحبه الأزهر الشريف، وأحب العالم فأحبه العالم، حيث ظل هذا الشيخ الكريم رمز الأزهر الشريف ظل دائما يحتضن العلم والعلماء. وخير دليل على هذا هو اهتمام فضيلة الإمام الأكبر حفظه الله بالعلم وطلاب العلم. كان وما زال وسيظل دائما يحتضن الأزهر الشريف، بل يحتضن الأمة الإسلامية بفكرها الوسطي المستنير، ليقود هذا الفكر حتى يعم العالم أجمع، وخاصة نحن في عصر تكاد الظلمة فيه تغطي العالم من أصحاب المفاهيم الخاطئة التي تريد أن تصدر للعالم أجمع الخوف والإرهاب والقتل والدمار. فضيلة الإمام الأكبر دائماً ما يوصيني خيراً بطلاب العلم المصريين وغير المصريين، يوصيني دائماً على العمل الدؤوب من أجل تسهيل السبل أمام طلاب العلم من كافة بقاع الدنيا كلها. الحضور الكريم، شرف لي أن أرحب بكم في رحاب الأزهر الشريف وجامعته العريقة. الأزهر الشريف الذي هو قبلة المسلمين في العلم والتعلم، الأزهر الشريف الذي هو بيت الأمة والحامي لتراثها وثقافتها والحاز لفكرها من الإعوجاج أو الميل نحو التشدد الذي ينجرف بصاحبه نحو الغلو والتطرف. الأزهر الشريف الذي رفع الوسطية شعارا لرسالته، فسار بالأمة نحو صراطها المستقيم، فكان كالطود الشامخ
في صد فكر الطامعين الخارجين عن نهج الأمة وحضارتها. أبنائي وبناتي، أدعوكم أن تحملوا للناس جميعاً هذا الفكر الوسطي، لتعودوا إلى بلادكم بأقلام سليمة وفكر مستقيم، فتكونوا بفضل الله فخراً للأزهر الشريف في حمل رسالته إن شاء الله، ولتكونوا قادة للمعرفة تسطرون للناس جميعاً كريم المعالم، فترتقي بمعارفكم التنمية والمباني. أبنائي وبناتي، إن تكريمكم اليوم هو تكريم لكل أزهري يعتز بأزهريته، فحافظوا على إسلامكم من خلال احتضان وصفيته، وحافظوا على وطنكم من خلال حبكم لبلادكم. فشكرا لكم، وشكرا لدولة الكويت الحبيبة، وشكرا للقائمين على المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة، وفقكم الله جميعا وسدد على طريق الخير خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.